شويه كاز انا يوفي لو بنزين بدنا نحركه على لا لا نحرك على الارجنتين ارجنتين شو المشكله بس هات كمان وحده هات ورجيك هات هات ورجيك طائف لا يمكن ان نقبل تحت اي ظرف من الظروف انه هاي المباراه تصير. احنا ابتداء من اليوم راح نبدا في حمله ضد الاتحاد الارجنتيني ونستهدف فيها ميسي شخصيا اللي له عشرات الملايين من المعجبين والمحبين سواء كان في دول العربية دول الإسلامية في آسيا في أفريقيا وفي الدول الصديقة للشعب الفلسطيني إنه هو بالنسبة لهم كان يعني رمز وكان يعني إشي كبير. إحنا راح نستهدف ميسي وراح نطالب الكل إنه يحرق التيشيرت تبعه ويحرق صورته ويتخلى عنه ولكن إحنا بنأمل ما زلنا إنه يوم الخميس ميسي ما يجي وميسي ما يكون غطاء لتبييض جرائم الاحتلال.